وفاة ابن الفنانة المصرية منى فضالي. أتحداك ستبكي. الفنانة المصرية منى فضالي باتت حديث الجمهور منذ قليل بعد أن كشفت عن نيتها لتبني طفل رضيع، وإنها بمجرد أن بدأت في إجراءات التبني فوجئت بوفاة الطفل وسط حالة من الصدمة والحزن التي أصابت متابعيها بعد الكشف عن تفاصيل معاناة هذا الطفل قبل الوفاة. منى فضالي نشرت صورة للطفل الرضيع الذي كانت قد قررت تبنيه قبل الوفاة، وعلقت على الصورة بتدوينة طويلة حيث كتبت: الولد ده اتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفى في الفيوم وقالت لهم أنا مش عاوزاه، ارموه في الشارع، الممرضة صعب عليها، خدته تربيه، وجسها قال هتبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت، راحت مرجعاه المستشفى تاني. وأوضحت الفنانة منى فضالي أن إحدى العاملات معها بالمنزل قررت أن تقوم بتربية الطفل، وعندما ذهبت لأخذ الطفل من المستشفى فوجئت بأنه يعاني من مرض الصفرة، وهو ما جعل الفنانة منى فضالي تطلب منها تأتي به كي تتبناه رسميا. وأضافت منى فضالي: قلت لها هاتي أنا هتبناه لأن نفسي يبقى عندي طفل. ومن شوية بتكلم أختها قالت لها الولد مات بعد ما ابتديت أخذ إجراءات التبني، مش قادرة أوصف لكم حالتي حقيقي ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورامتها وراحت تشوف نفسها. وواصلت منى فضالي توجيه الانتقادات لأم الطفل بسبب استغناءها عنه، وكتبت: جلها قلب ازاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها، ابنها ضناها ازاي في أمهات بالخزارة دي، بس يعلم ربنا ان كنت هخليه أحسن حد في الدنيا، مش الأم اللي بتخلف، الأم اللي بتربي. وعبرت الفنانة المصرية منى فضالي عن مدى حزنها الشديد بعد وفاة الطفل، واختتمت تدوينتها وكتبت: أنا بكتب البوست ده لأن فعلا موجوعة من قلبي، وكنت فرحانة إن هاخد الولد، بس ربنا مش رايد، ربنا يرحمك برحمته، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الست دي، ربنا ينتقم منها أشد انتقام، ده احنا الحيوان بيصعب علينا، ما بالكم طفل مالوش اي ذنب غير ان واحدة ما عندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها. وتفاعل مع الفنانة المصرية منى فضالي قطاع كبير من الجمهور الذين عبروا كذلك عن مدى انزعاجهم من تصرف الام التي تركت طفلها المريض، كما عبروا عن اعجابهم من تصرف الفنانة المصرية منى فضالي مع الطفل ونيتها الطيبة كونها كانت تتمنى أن ترعاه. رحم الله الفقيد وادخلوا فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.